لكم ركله النهارده ان شاء الله ركله 540 بيتقنها كل محترفي الفنون القتاليه في جميع انحاء العالم. تمام، ركله 540 زي ما قلنا ركله قويه جدا وكمان لها تاثير قوي على الخصم، غير طبعا انها ركله تنفع في الشو جامد. تمام، طيب اول حاجه عشان تعرف تتقن ركله 540 لازم اكون بعرف اتقن ركله الكروس، تابع ركله الكروس. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا هناخد نفس تكنيك ركلة 360. تمام، زي ما قلنا في ركلة 360 هو 1 2 3. طيب هنا في ركلة 540 انت بتحتاج بقى جامب، اوكي، وقوة دفعة من كل جسمك عشان تقدر اصلا تنزل على رجل واحدة فقط لك. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هعملها دلوقتي في ركلة 360 ان انا هعمل جامب. حلو، حاول ما تتمش بتمش بتمشي كده، حاول ما تعملش ركلة 360 تاني واطيه كده. لا، الجامب انت هتاخده ازاي؟ هتاخده فوق، مجرد ما الرجل الاولى اهي، 1 2 3. حلو، الجامب هاخده من اول ما احط الرجل الاولى اكن بقفزه كده، 1 2. تاني شوفوا كده، الجامب باخده امتى؟ اهو 1 2، من اول ما حطيت رجلي باخد جامب. حلو، طيب طبعا ركله 540 بنزل على رجل واحده. تاني حاجه من بعد بقى الجامب يا معلم، انت محتاج طريقه واي ايزي واي يقول لنا انت تتعلمها علشان تعرف تنزل على رجل واحده. حلو، هديكم كده طريقه سهله. رجل الاولى تعمل كده وضع دائري، والثانيه وضع دائري زيها. حلو، تاني حاجه في الهواء، 1 2. حلو قوي. تالت حاجه بقى دي وهي بتلف كده تثبت، ودي تضرب كده. حلو، وبشار تاخد الاثنين ايه في زاويه واحده. ها بص كده، 1 2. دي مجرد بس طريقه اللي بتسهل لك الحركه. تمام، تاني يا كابتن اهو الاثنين ايه نفس الاتجاه بس بجامب اهو، ها 1 2. كده انا بدرب نفسي ان انا انزل على ون ليج، رجلي واحده عشان ما اقعش. اوكي، تاني اخر مره اهو، 1 2. شايفين مثبتها ازاي؟ عشان اغلبيه المشاكل اللي بتحصل في الحركه كله بيعمل ايه؟ رجله كده. لا، طيب نطبق الطريقه دي في الحركه، في الاول هتكون واطيه شويه. اوكي؟ اهو 1 2. طيب عشان ما يحصلش اصابات انزل مثلا على رجل واحده واقعد، اهو 1 2، واقعد كده. اوكي؟ جيم وات 1 2 اهو، انزل على رجل واحده عشان ايه؟ ما يحصلش اصابات. طيب هبدا ان انا زي ما قلت كل تركيزي ان دي ما تتفردش، عشان لو عملت الحركه كمان بجنب عالي ورجلي دي بقت مفروده برده مش هنزل عليها. يعني هتلاقي نفسك نزلت عليها، قصدي هتلاقي نفسك نزلت عليها وبقت 360. اهو بصوا كده، حتى لو جنب عالي هتنزل عليها زي كده اهو. اجين بصوا اهو، لا احنا عايزين دي زي ما قلنا ايه؟ ثابته كده. ها بصوا كده مثال ذلك، بصوا اهو شايفين؟ انا كده ما ضربتش برجلي اليمين لسه، ما ضربتش بيها، بوريكم دي في الجامب بتتاني ازاي. ها اهو 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 شايفين؟ ايه ثابته كده، تروح بقى ايه؟ ضارب باليمين بقوه. ها جامب عالي اعملها، حاول ايه اقعد اهو اهو اقعد كده مثلا، حاول زي واحده واقعد في الاول عشان ما يحصلش مثلا اصابه، طبعا مش هيفضل كده كتير، لازم بقى ايه اقف على رجل واحده. طيب هنا بقى نفس تكنيك 360، وزي ما قلت تركيزي كله ان انزل ايه على رجل واحده. بالراحه، ما اخدش جامب تايف في الاول عشان ما تخانش اهو. اوكي، بقت 540 بس 540 لسه نوب ضعيفه. ها اوكي، طيب بقى انت محتاج هنا بقى ايه؟ خد بقى جامب فوق، وزي ما قلت اللفه اهي لفه قويه. ايه ركز 540. ها ايمن لحظه، في ناس بقى تعال، في ناس لحظه، في ناس تضرب ركز 540 بالجنب كده. اوكي، في ناس يا كابتن بتعمل ايه؟ ها كده، دي معظم اللي بتكون في الوش، الافضل ليك اضرب بوش رجلك زي 360 بالظبط. ها اوكي اوكي ايمن،
طبعا لو مستواي يزيد احترافي ممكن نضرب الازازه. اوكي ها. طيب يلا يا شباب هنعمل بقى دلوقتي ركله ايه 45 مثلا زي ما قلنا، كل ما يكون شنبك عالي كل ما انا اجيبها واحاول انا اضرب ايه بالوش افضل. ولك اوكي تمام اجين زي كابتن. اول حاجه اعلم نفسي اسلوب دهوت اوكي ها وان هل بعدين الف واعمل نفس الحركه دي واقف ده كده بعدين بقى مع الجامب واللف لف بوستي ها فوق اهوت ماشي. ركله 45 اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.